لو الحكاية فيها إن فيديو. أنا أسامة أشرف عبد الوهاب ياسين محامي. قاعد محامين هيئة الدفاع عن الطفلة جنى والطفلة أمين. أنا كنت حابب أتكلم عن نقطة بس مهمة جدا حصلت امبارح في قرار النيابة بتسليم الطفلة أماني لأحد دور الرعاية. الحقيقة الموضوع ده كارثة مصيبة. هل دور الرعاية في الدهلية أو في مصر عموما هتبقى نفس يعني أفضل أو مؤهلة أكتر إنها تاخد بالها من أماني أكتر من جلوها؟ غير كده كمان أماني حالة خاصة متعلقة ببابا جدا. أنا أول لما جيت أصلا أتعرف عليها يعني أول كلامي بس مرعوبة بسلم عليها كده بمد إيدي شدت إيديها خايفة. مع إن بقى يعني بالكلام بعد كده وبتاع بقينا أصحاب وبتاع وقالت لي حتى نزل اليوم ده عربيات. أنا بقى إمبارح إسلامي برضه من الناس المحترمة كان متعاطف جدا مع الطفلة جنى مع الطفلة أمين مع الطفلة أماني. جاب لها شيبسي وقعد يتكلم معاها وبتاع ويعني كان متعاطف جدا وفضل يعتذر لها مع كل التحليل وبتاع. فأعتقد إن هو لو عليه يعني هو عايز يروحها مع باباها لأنه شاف مدى تعلقها بباباها. هو شاف قد ايه متعلقه بباباها وشاف قد ايه خايفه ولما حد بيدخل وحد بيعمل فهو عارف. اعتقد لو والله العظيم مش عارف الحاجات دي بس كل ده وهزارها وكلامها معايا كان في وجود باباها وهي قاعده على رجل باباها مش راضيه تسيبه حتى بعد ما كانت علاقتي بيها كويسه وبنهزر وبتاع برضه مش راضيه تبعد عن باباها. لو جيت اقول لها تيجي كده نروح في مكان او بابا دخل مثلا الحمام وهي ايه واقفه معايا مرعوبه مش عايزه ادخل معاها حتى الحمام. في حكاية إنها قرار النيابة العامة تطلع قرار بيدعها في أحد دور الرعاية الموضوع صعب. غير كده كمان يعني أعتقد إن ده كمان ضغط من بتاع المجلس القومي للحكومة والفوضى لأنه قدم أصلا طلبات للنائب العام إن هو بيدع الطفلة أمينة في أحد دور الرعاية. وبرضه أحد الجمعيات برضه الأهلية نفس الجمعية برضه هم طلبوا. قرار ده مش فارق بالإجماع النيابة العامة كلها. هو حتى كان على اتصال بالرئاسة دايما في التحليلات على طول يعني معايا. فأنا أعتقد إن ده ممكن جاي من ضغط الجمعيات ضغط من المجلس القومي. بس يا جماعة محتاجه باباها محتاجه باباها الفتره دي ده غير ان اهاليها اصلا مش هيسيبوها يروحوا يقعدوا قدام المؤسسه. فالبنت محتاجه باباها الفتره دي اكتر فتره هي محتاجه باباها فيها مش هتقدر تسترمع منها.